جميل، وصلنا للفيديوهات اللي نتابعها عادة ونعلق عليها الدكتور. نتابع أول فيديو لهذا المساء. آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والكروية. كم بقي؟ واحدة؟ واحدة بس شخص؟ لا لا واحدة بس. تفضل طبعا، أعطيني النص بعد السلام. يلا ما أنا فيها السلام مجال. أرجو قبول استقالتي من مجلس أمانة منطقة عسير. من مجلس من المجلس البلدي. ايش رايك في هذا اللي قدم استقالته من المجلس البلدي وسجل المكالمه وهو قاعد يسوي برقيه؟ شوف انا ما فهمت الحين وش يبي. احنا قلنا عن حاتم الطائي انه هياط، هنا صار عندنا هياط فاخر. انا ما اعرف الرجل الله يستر علينا وعليه، لكنه كذا حاط جوالين وواحد يصوره وقبول استقالتي. وبعدين انا قرات والله ما ادري وين، في موقع من المواقع، ارجو انه يكون غلطان، انه هو استقال لان الوزير لما جاء ما كلمهم ولا نسق معاهم فقط، مش لانه السيور اللي ايا كان ايا كان. انا اعتقد انه هذا الشو كبير وهياط فاخر، استقال استقلوا. وبالعكس، بس لا تحاول تصير انك انت تطلع بطل بهالشكل وقدام الناس. يعني وش رايك انت؟ انت لك نظره اعلاميه. انا ماني بعلامي. انا اتفق بهالجزئيه. والامر الاخر، يعني المجلس البلدي مع احترامي وتقديري له، وش قاعد يسوي؟ هذا سوى صور يا اخي، قدم استقالته. كويس، يعني على الاقل شفنا شيء قاعد يسويه مجلس البلدي. سنة ممتاز. يمكن يقلدونه. كلهم بكره قدموا استقالاتهم برقيه وصوروها. طيب خلونا نشوف المقطع الثاني. هذا تسجيل خروج بطريقة هذا ذكية. أحلى تسجيل خروج. شوف الشاب هذا رغم أنه متلثم وكان مستحي، لكن أقول لك والله بدون عقد كذا شاف الأمور ما عجبته فبدأ يناقز بطريقة تسوى تسجيل خروج. مسك الباب، مسك الباب من الصفحة، خروج آمن من الصفحة. نعم. والله أعطانا فكرة أحيانا أنه كيف يعني نعم. تهرب وتخرج من بعض الجلسات ما ودك، يعني صحيح. بطريقة ذكية. صحيح، هو أعطاهم جوهم أننا نعم. معهم يرقص والباب. طيب نشوف المقطع الثالث. أنا مش بحبك، الحب كلمة. كيف المقطع الموسيقي؟ تعرف لما توصل لمرحلة من التصالح مع الفساد بدرجة أني أنا أشوف موضوع السيول حقيقة أنا ما كتبت فيه ولا كلمة، لأنه خلاص بعد بقي أحد ما تكلم. طبعا حديث الناس كله حديث الناس، مجتمع السعودية إلا كان الحديث عن السيول ثالثهما بدل الشيطان. أقول لك أنه كثر، والحقيقة قريت تقرير في صحيفة الحياة أنه المطر أصبح مجال للسخرية عند السعوديين، ما بقي أحد ما تكلم، ومن حق الناس طبعا. لكن احنا لازم نفرق يا جماعة، ترى في ناس ما يفرقون بين الفساد القديم والفساد الجديد. ترى اللي حصل في جدة بضم الجيم أو في أي مدينة، ترى هذا فساد قديم، يعني لا نحسبه من قبل أمس. هذه مخططات اللي من 10 سنين وفوق. يعني انت لازم تتكلم عن الناس، مش اللي الان في الكراسي الان، يمكن بعضهم فساد باثر رجعي. نعم، فساد باثر رجعي. لكن الحقيقه انا بس موضوع الاكثار منه ترى خلى الانسان يتبلد، وانا اعتقد هذه مشكله انه صار كثير. تعرف لما واحد كل يوم يقول لك انت حيوان انت حيوان انت حيوان، ما عاد تفرق معك خلاص، تتعارف. تدري وش الخوف؟ الخوف ان يصل الاحباط عند البعض من كثير من الامور اللي يتمنى يراها، او من الإشكالات والمشاكل اللي قاعد يشوفها، سواء فساد ولا غيره. ونصير حنا الشعب صاحب النكتة رقم واحد، وأصبحت النكتة لنا هي المتنفس. نعم. ترى مو معناته خفيف الدم، ترى نعم أحيانا المعاناة تخلق لك تخلق يعني تنفيس. شر البلية ما يضحك. أي تنفيس، وبالتالي ما نشوف أن نشخص فيها، أن ترى والله حنا عندنا على ما قال يعني الدعابة وخفة الدم نتفق فيها، لكنها جاءت كتنفيس للأسف. أخشى أن تكون كإحباط.